FM. الكلمة ليك. مش بالعالي. بهم هلا النشرة إخبارية ساخرة وخيالية خالية من المصداقية، جميع محتوياتها من عناوين وتفاصيل قام بعددها ثلة من الإطار شبه صحفي اعتمادا على مصادر غير موثوقة. هدف الفقرة الدعاء بلا غير وكل تشابه بينه وبين الواقع. فرامي مش بالعاني. في حوار حصري أجرى مراسل نشرة في العطروس مع الشاب الذي اقتحم مجلس نواب الشعب بسلاح أبيض، قال هذا الأخير أنه دخل المجلس بسكين ليطعن في دستورية القوانين. على إثر حادث اصطدام قطارين في مجرين، أعلن وزير النقل عن جملة من القرارات الهامة والمصيرية، حيث ستقوم الوزارة بتكوين مجلس استشاري بالتنسيق مع هيئة خبراء تعمل على وضع الخطوط العريضة بهدف تكوين لجنة تحقيق بالتعاون مع الأطراف المعنية بعد التشاور مع الجهات المعنية بهدف تكليف هيئة تعمل على تعيين مكتب يعد الصيغة القانونية لتكليف لجنة تفقدية. دعت وزارة الداخلية في بلاغ عاجل عموم المواطنين إلى تجنب الركوب في القطارات إلا في ضرورة القصوى حفاظا على حياتهم، والإبلاغ العاجل عن كل عامل بشركة تونسية للسكاك الحديدية أو مما يعرف بالكبانية لأقرب مركز شرطة، واصفة الشركة بالمنظمة الإرهابية. هذا وعلق رئيس الحكومة على حادث ميغلين قائلا لابد من استقالة الركاب من وزارة النقل حتى ينعم الوزير المفدى بالكرسي. تعليقا على حملة المطالبة باستقالة وزير النقل، قال هذا الأخير في مكالمة هاتفية جمعت اليوم مع وكالة رامي للأنباء أنه لا يزال هناك قطارين يعملان، سيقوم بتعطيلهم ثم يستقيل. على إثر سقوط حاكم دبي ورئيس لبنان خلال القمة العربية بالأردن، قال بين عام الجامعة العربية أنه شعار القمة سيكون أمة عربية ساقطة. ختاما، قال رئيس مجلس نواب الشعب أنه سيعمل على معاقبة النواب الذين زاروا سوريا من خلال خطية تتمثل في كتابة 100 مرة لن أذهب إلى سوريا مجددا وجلستين دون حضور جماهير. الكلمة ليك.